إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، والكلام على التوحيد. ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن يتعبد ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس، ويغفر الله لنا الزلات والسخطات والهنات. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله بعدما ذكر أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، قال رحمه الله: ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه حماية له وصيانة، والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر. وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطل لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياها وأحوله عنه لغيره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان له مني، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه من السخط. ماشي. القسم الثالث، قال القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة. ماشي. والقسم الرابع، قال والقسم الرابع من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع
ولم يدر بما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عقاب فلا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. جزاكم الله خيرا. كما قلنا هنا المصنف يعني يتكلم على أصلين عظيمين وهما العبادة والاستعانة، وقال العبادة والاستعانة، الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادة الله جل في علاه وتوحيده. قال الله جل في علاه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رأس الأمر في العبادة أن يستعين بالله جل في علاه، لأنه لن يصل إلى العبادة إلا أن يعينه الله جل في علاه على ذلك. قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله جل في علاه: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن وفقه الله جل في علاه فهو الموفق، ومن خذل الله فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله من عنده هو من فضله تكرما وفضلا وجودا وإعانة. قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك يقول الله جل في علاه: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا أردت أن تعلم إذا كنت موفقا أم لا، أن ييسر لك باب الطاعة، فاعلم أن الله جل في علاه قد وفقك لها عامة. وقال: والناس على العبادة والاستعانة مراتب أربعة: قوم عبدوا واستعانوا. وقلنا هذه العبادة عبادتان، عبادة باطنة وعبادة ظاهرة، وتكلمنا عنها الأسبوع الماضي، وقلنا بأن الأصل الأصيل في ذلك لن يصل المرء إلى نقاء القلب وصفاء القلب والقلب الذي يرضاه الله تعالى ويقبله، وهو القلب الصافي النقي الصلب أيضا. ولذلك قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها فنكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وفرق بين القلبين. الغرض المقصود بأن العبادات الباطنة هي أهم العبادات كما بينا الأسبوع الماضي، وهذه أيضا لا تكون إلا بالاستعانة بالله جل في علاه، لأن الله قال: إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك كان دائما يستعين بالله جل في علاه ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا كان دائما ما يقسم ويقول: لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، لا ومقلب القلوب. ولذلك كان يدعو ويقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأيضا العبادات الأخرى العبادات الظاهرة، والعبادات الظاهرة تابعة للعبادات الباطنة، وأهمها وأصلها الأصيل ولا يصح إيمان عبد إلا بها، وهي المباني الخمس، المباني الأربعة: التوحيد يدخل بالتوحيد بالشهادتين الإسلام، ثم بعد ذلك يعرض عليه المباني الأربعة، فإن ترك المباني الأربعة ليس بمسلم بحال من الأحوال. والمباني الأربعة من صلاة وصيام وزكاة وحج، هذه المباني الأربعة المهمة جدا في العبادات الظاهرة، وهي ترتبط كما قلنا بالعبادات الباطنة. كلما ازداد وعلى الإيمان في القلب كلما ازدادت العبادة، عبادة الجوارح في الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الصلاة هي أهم الأركان بعد الشهادتين، فهي الركن الرقيم من هذا الدين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ولما تكلم وأنكر على بعض من يتخلف عن الجماعة قال: يعني هممت أن أمر رجلا فليصلي بالناس، ثم أمر بحطب يحتطب، ثم أذهب فأحرق على بيوتات من تخلف عن الصلاة. والعلماء يقولون، وهذا قول المحققين وهو الراجح الصحيح، أن هذا الحديث نزل فيه أو كان في المنافقين، لأن الله تعالى قال: لا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الغرض المقصود بأن الصلاة من أعظم أركان الدين، أيضا الزكاة لأنها قرينة الصلاة في
الكتاب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما من موضع ترى أن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة إلا وأمر بعد ذلك أيضا بإيتاء الزكاة. وأبو بكر رضي الله عنه كانت له الحجة على عمر بقوله والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فهي قرينتها في كتاب الله إلى الله في علاه. لذلك الخلاف فيها أشد أيضا في مسألة تكفير مانع الزكاة، وإن كان الراجح صحيح أنه لا يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من أحد له ذهب إلا وصفحت صفائح من نار ثم يكوى بها جبينه وظهره ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. يرى سبيله، الكافر لا سبيل له إلا سبيل إيش؟ لا، ليس له إلا السبيل الوحيد وهو الخلود في نار جهنم. الغرض المقصود هذه دلالة أنه ليس لا يكفر. وأيضا الصيام، قد قال بعض العلماء بكفر تارك الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم والصيام لا عدل له. وأما الحج فالخلاف فيه أشد من الصيام لصريح قول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر فإن الله غني على العالمين. فلذلك وأيضا يرون حديث عمر بن الخطاب مرفوعا وهو موقوف صحيح، قال من ملك زادا ورحلة أو ما كانت له الاستطاعة فلم يحج قال فلا عليه مات نصرانيا أو مات يهوديا. فالخلاف فيه أيضا شديد. عامة الغرض المقصود هذه العبادات الظاهرة كما قلنا، وهذه أهل المرتبة الأولى قوم عبدوا الله واستعانوا به، هؤلاء هم أرقى المراتب، هؤلاء هم أرقى المراتب، وهؤلاء الذين وفقهم الله جل في علاه أن يستعينوا بربهم ثم يتعبدوا له أو يتعبدوا الله جل على بالاستعانة بربهم جل في علاه. فإن الله جل في علاه هو القوي القادر وهو المحرك للقلوب، وهو الذي يقبل أو يرفض أو يقبل أو يرد العبد المتعبد لله جل في علاه. ثم قال وأما القسم الثاني، قال والقسم الثاني من ذلك قوم لا عبادة لهم ولا استعانة. قوم لا عبادة، وهؤلاء أكفر أهل الأرض، قوم لا عبادة لهم ولا استعانة، وهؤلاء الكفار والمشركون الذين قال الله جل في علاه عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله تعالى يصفهم هذا الوصف الدقيق في كتابه، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هؤلاء القوم لم يعبدوا ربهم جل في علاه، عبدوا اللات والعزى، عبدوا الأصنام، عبدوا القبور، وعبدوا شواهد كما قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث وعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الغرض المقصود بأنهم عبدوا غير الله جل في علاه، وطبعا ما استعانوا ربهم جل في علاه، أنهم لم يعبدوا ربهم جل في علاه. هذا قوم، هؤلاء هم شر القوم، هؤلاء هم شر الخلق، هم أكفر أهل الأرض، قوم لم يستعينوا ربهم ولم يعبدوا ربهم جل في علاه، وهؤلاء مأواهم النار خالدين فيها لا خروج منها أبدا. وهؤلاء كما قلنا أعظم الخلق عند الله جل في علاه شرا، استخدام عائم الله جل في علاه في عصيانه وفي الجحود به، وأيضا لم يستعينوا ربهم ولم يعبدوا ربهم. قال كما في الإسرائيليات إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم وأتبغضون إلي بالمعاصي. هؤلاء كما قلنا أكفر أهل الأرض، ومنهم من يدعو ويستعين لكنه يستعين على أمر الدنيا كإبليس الذي دعا ربه جل في علاه قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فلما أنظره الله جل في علاه ازداد ذلك في عذابه، فهو استعان لكن استعان لأمر فيه مهلكته. وهؤلاء القوم كما قلنا نوعان، هم شرار الخلق عند الله جل في علاه، لا عبدوا ولا استعانوا. وهناك من عبد أو من استعان ولم يعبد، استعان من أجل الدنيا وعبد قليلا، وهؤلاء من نفس القسم الثاني، لأن استعانتهم ما كانت للتعبد، والاستعانة استعانتان، استعانة للدنيا واستعانة للدين، فهؤلاء ما استعانوا إلا للدنيا كالمنافقين. المنافقين استعانوا ربهم جل في علاه لعصمة الدم وأيضا لعصمة المال وللعرض، ولأنهم لما وردوا شوكة المسلمين قوية يعني ابتدروا إلى أن يعني يقدموا هذه الأمور بين يدي إسلامهم، وما كان إسلاما حقا، لكنهم استعانوا بربهم جل في علاه بالصلاة وبالزكاة وبالصدقة بعض الشيء علنا للناس، لكنهم ما أرادوا بذلك التعبد الحق لله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من هؤلاء ومن هؤلاء من يستعين بالله جل في علاه الأمر الدنيا، فيسارع الله جل في علاه في قضاء حوائجهم في أمر
الدنيا ابتلاء واختبارا، والحق بأن هذه لها أصل، بأن الله جل في علاه يفعل ذلك حتى لا يقف أحد منهم أمام ربه جل في علاه له شيء عند الله جل في علاه، حتى لا يخفف عنه العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يرزق بحسناته الدنيا المال في الدنيا حتى يأتي ربه جل في علاه فيوفيه حسابه، والمؤمن قال يثبت له الأجر في الآخرة ويرزق به، يعني يعوض ويرزق به طعاما وشرابا أو مالا يرزق به في الدنيا، هذا المؤمن الذي له كرامة على الله جل في علاه. فكثير من الكفار إذا رفع يديه ودعا ربه جل في علاه استجاب سريعا. طبعا يحتجون كثيرا من البلغاء أو الفصحاء أو الخطباء بحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا جبريل اقدر هذا حاجته فإني لا أحب سماع صوته، ويقول في المؤمن الذي يؤخره ويؤخر له حاجته التي يسأل فيها أخر عنه أو أقبض عنه حاجته حتى إني أحب أسمع، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح بأن الله تعالى بين ذلك وأنه ابتلى عباده بهذا، يسارع في قضاء حوائج الكفار لأن لهم ما له ليس لهم من عند الله من شيء، أما المؤمن فإنه يحبس عنه لما له عند الله جل في علاه من كرامة، وأيضا لما يظهر إيمانه وعدم تسخطه على أقدار الله جل في علاه، وأيضا انجراره بالانقياد التام والتسليم التام لقدر الله جل في علاه، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويعلم يقينا أنه قريب من ربي جل في علاه، إن الله إذا حب عبدا يصب منه، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. عامة هذا بالنسبة لهذه المسألة أنهم يدعون ربهم جل في علاه وهم أكفر أهل الأرض ويعطيهم الله جل في علاه حتى لا يعني لا يأتي أحد منهم يوم القيامة له عند الله من شيء لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة. لذلك قال الله جل في علاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وصدر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه إذن فهو بلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما يشكر، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا، لأن الله تعالى يبين أن هذا ليس المعيار، ليس أن الله تعالى يعطي هذا ماذا، الدنيا ليست معيارا ولا مقياسا للتفريق بين الخير والشر أو للتفريق بين من أكرمه الله جل في علاه ومن له الكرامة على الله ومن لا كرامة له عند ربه جل في علاه، ليست الدنيا هي التي لها ذلك بحال من الأحوال، لأن الدنيا دنية وأن الله تعالى يبغض هذه الدنيا، وإذا أبغض الله جل في علاه أعطاها لمن شاء بما شاء بحكمة من ربنا جل في علاه، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عبادي، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حال، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حال، الله جل في علاه يعلم ما ينفع مما يضر وهو سبحانه جل في علاه العلام العليم الخبير. فهنا يقول الله تعالى كلا، ليست المسألة مسألة الدنيا، أعطاء الدنيا كرامة أو نقمة أو عدم كرامة، لأنه ممكن أيضا الرجل الصالح الله تعالى يعطيه الدنيا لأن هذا ينفعه أمر الدنيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن هو عامة ليس المقياس أنه إذا قبض أو أعطى يكون هذا من مقياس الناس عند رب الناس، وأن هذا لكرامته على الله أعطاه وأن هذا لعدم كرامته على الله منعه. كلا، المهم أن هذا القسم هو القسم المهم جدا وهو القسم الذي لا عبادة لهم ولا استعانة. القسم الثالث الذي صنفه أيضا المصنف، القسم الثالث هو من له نوع عبادة بلا استعانة، له نوع عبادة، وانظر دقة كلام هذا المصنف، يقول له نوع عبادة يعني لم يأتي بتكامل العبادة بحال من الأحوال، وهذا نعم صحيح لأنهم يعني ما عبدوا الله حق عبادته وما أتوا بكل ما أمروا به، وأن الله تعالى أمرهم بالعبادات الظاهرة والعبادات الباطنة. هؤلاء هم القدرية، هؤلاء هم القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، هؤلاء أتوا بالعبادة واجتهدوا في بعض العبادات لكنهم لم يأتوا بإيش؟ بالاستعانة، لذلك خذلوا، لذلك لم يوفقوا، لأنهم لم يأتوا بالعبادة الأخرى ألا وهي الاستعانة على العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك والله إني لا أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بربه جل في علاه حتى يؤدي ما عليه من العبادات، قال الله قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هم لا يفعلون ذلك بحال من الأحوال، هم يتعبدون ويرون أنهم الذين ينشئون هذه العبادة وينشئون الفعل والإرادة لهذا، والله تعالى لا دخل له في هذا، وهذا من عطب اعتقادهم في ربهم، لأنهم يرون أن العبادة جميعا أن العبادة يعني يخلقون أفعال أنفسهم وأن الله لا يخلق فعل
العباد، وأن الموفق موفق لأن صاحب التوفيق هذا هو الذي يعني وصل إليه، والمغزول أيضا بسبب فعله. لذلك بهذا الاعتقاد الباطل وصلوا إلى ثمرة واحدة، ما هي؟ لا تفضل يا حريص. ممتاز، لا فض فوق. نعم، أنه يجب على الله جل وعلا أن يثيب المتعبد وأن يعاقب العاصي. قالوا وجب عليه، وجب عليه ذلك، فهم وصلوا إلى هذا باعتقادهم الباطل في هذا الباب، لأنه لا يستطاع أن يقال، يعني كما قلنا في الحديث الذي فيه بعض الضعف، عندما رأينا رجلا أن رجلا كان يصوم النهار ويقوم الليل، فالله جل وعلا جمعه فقال ادخل الجنة برحمتي، قال لا، لما برحمتي؟ بعملي، أنا السبب في هذا بعملي. فقال له الله جل وعلا اجعلوا نعمة في كفة، والأعمال جميعا بكفة. قبلها قرره على نعائمه، فقال له سلم من أعطاك قوة البدن للقيام والصيام؟ قال أنت. قال من أجر لك الأنهار والبحار؟ قال أنت. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت. اعترف، قال إذن نعمة من هذه النعائم. فرجحت كفة البصر، فقال خذوه إلى النار، وهو على فواهة النار وقف. قيل ما أوقفك؟ قال انتظر رحمتي. قال إذن ادخل الجنة برحمتي. قال إذن أدخل برحمتي. لذلك المسلم قال لا يدخل أحد منكم الجنة، أو لا يدخل أحد منكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بإيش؟ برحمتي. هؤلاء قوم كما قلنا بأنهم لم يستعينوا بربهم، لأنهم رأوا أنهم هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم. لذلك ثم أثمر لهم أنه يجب على الله ثواب من أطاع وعقاب من لم يطع من عصاه. فهذا القسم كما قلنا، والقسم القسم الثالث، وهناك نوع أيضا منهم من أراد الاستعانة أو قال بالاستعانة استعان بعض الشيء في عبادته، قد استعان بعض الشيء. هذا القسم هؤلاء يعني رأوا أنهم يعني لهم يعني عند ربهم جل في علاه أن يستعينوا بالله جل في علاه في بعض العبادات. عامة الإمام ابن عباس يقول إن القدر هو نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض توحيده، فنقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، يعني ليس موحد وليس من أهل الإسلام. هذا القسم الثالث، وكما قلنا هذا القسم الثالث. القسم الرابع هو كما قال المصنف قوم لهم استعانة وليس لهم عبادة. قوم لهم استعانة وليس لهم عبادة، هم نظروا لربهم على 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 أصل الربوبية فقط، لا على أصل الإلهية. ينظرون إلى ربهم أو يتعبدون ربهم جل في علاه على أصل الربوبية لا على أصل الإلهية، يستعينون به. وإذا استعانوا به استعانوا به على شيء إيش؟ على شيء في الدنيا. يستعينون به على رغيف، يستعون به على ملك، على وجاهة، على رئاسة، على امرأة، وسيأخذون. من استعان بربي أعانه الله جل في علاه، هكذا من أخذ بالسبب ولد. فهؤلاء لما استعانوا بربهم جل في علاه أعطاهم الله جل في علاه سؤلهم وما طلبوا، ولكنهم جاءوا في الآخرة لا شيء لهم. وهؤلاء مغبونون، هؤلاء القوم هم المغبونون، هم الذين قد قدموا وآثروا الفاني على الباقي، وقدموا الدنيا على الآخرة، وقدموا الدنيا على الآخرة. فلذلك هؤلاء القوم كما قلنا هم من أخسر الناس. لذلك قال علماؤنا أخسر الناس على الإطلاق من باع دينه بدنياه. هؤلاء الذين كما قلنا قدموا النفع في الدنيا وبنوا فيها وخربوا الآخرة، لذلك ما أرادوا الرحيل، لأنهم خربوا الوطن الأصيل، ولما عمروا الدنيا أرادوا العيش فيها. فالله جل في علاه أخذهم بغتة، وقد أملى لهم وأملى لهم وأملى لهم، فلم يتوبوا ولم يؤوبوا، فأخذهم الله جل في علاه بغتة سبحانه جل في علاه. وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهنا قوم كما قلنا استعانوا على أمور الدنيا، استعانوا على المال، استعانوا على الوجاهة، استعانوا على السلطان، لا من أجل عبادة الله جل في علاه. فهذا مغبون. أعظم الاستعانة أن تستعين بها على عبادة الله جل في علاه. إذن المسألة نخلص إليها في تقسيم الناس إلى أربعة مراتب، وبين المراتب أربعة، وكان يدور الكلام كله على الاستعانة. الاستعانة هي التوكل، قال فيه بعض العلماء الاستعانة هي التوكل، حتى المصنف قال الاستعانة هي التوكل، والمحققون يرون بأنه هناك فارق، يعني نرى فارقا بين الاستعانة وبين التوكل. فما الفارق يا حريص؟
استعانة أهم من التوكل، وهذا صحيح، هذا صحيح، الاستعانة أهم من التوكل. وقد يتوكل المرء على مادة عن مال، أما الاستعانة فلا، الاستعانة شمولية، الاستعانة شمولية وعامة. أما التوكل هو نأخذ بالسبب في أمر ما أريد قضاء هذا حاجتي من هذا، فأخذ بالسبب وقلبي يميل ميلا تاما إلى الله جل في علاه، هذا التوكل، التوكل على الله جل في علاه لجلب نفع أو دفع ضر. أما الاستعانة فالاستعانة بالله جل في علاه في جميع الشؤون وفي جميع الأمور وفي جميع الأوقات. الاستعانة لغة من العون، مأخوذة من العون أو المعاونة، أن تتخذ ظهيرا ونصيرا ومعضدا لك. والاستعانة اصطلاحا قال علماؤنا الاستعانة السين والتاء دائما للطلب، السين والتاء للطلب، الاستعانة يعني أطلب العون من الله جل في علاه. الاستعانة اصطلاحا هو طلب العون من الله جل في علاه، طلب العون من الله جل في علاه في جلب النفع أو دفع الضر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستعانة بغير الله جل في علاه غير جائزة، لأن الاستعانة في جلب النفع ودفع الضر لا تكون إلا لمن يقدر عليها. وسنبين أن الاستعانة فيها ما هو جائز أن يستعين المرء بغير الله جل في علاه فيما يستطيع فيه ابن آدم. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله جل في علاه واستعينوا بالصبر والصلاة. فقلنا إذن الاستعانة بالله جل في علاه لها أسباب ووسائل وطرق يصل بها الإنسان إلى هذه الإعانة. من الاستعانة أن يتخذ الأسباب الشرعية التي يعان بها، منها الصبر، منها الصبر، سواء الصبر على الطاعات، الصبر على القضاء، الصبر على المحرمات. فهنا هذه من باب الاستعانة، لأن كما قلنا الاستعانة توكل وزيادة، والتوكل لا يكون إلا التوكل لا يكون إلا بالأخذ بالسبب. لذلك إذا أراد أن يستعين المرء بالله جل في علاه على الطاعات فلابد أن يبين ويبرهن لرب جل في علاه أنه حقا يستعين به، وليس الأمر كلاما، لأنه من زعم شيئا لابد أن يختبره الله جل في علاه. فالاستعانة بالله جل في علاه على العبادات لابد لها من طرق. هذه الطرق أولا الصبر، هذه الصبر، الصبر هذا سبيل إلى أن يعينه الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله نعم، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الذين إلا على الخاشعين. وأيضا الآية الأخرى إلا على الذين هدى الله، صحيح وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لا ممتاز، واستعينوا بالله واصبروا، لكن هو قال واستعينوا بالصبر وإيش والصلاة. يبقى الاستعانة بالله جل في علاه وأخذ أسباب الاستعانة، أخذ أسباب الأسباب بالاستعانة هي هذه الأسباب التي لابد أن يتخذها المرء حتى إذا كان صادقا فيما يعني زعم بأنه يستعين بربه جل في علاه، فعليه أن يستعين بالصبر. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه استعانة على عباد الله جل في علاه. يبقى إذا الاستعانة اصطلاحا هي طلب العون من الله جل في علاه. منزلة الاستعانة من الدين، أن هذه الاستعانة من الدين هي الشق الآخر لما يتعبد به المرء لله جل في علاه، وهي تمام الاعتقاد في ربه جل في علاه تتعلق بمظاهر الربوبية. الاستعانة بأنها منزلها منزلة عظيمة من الدين، أنها الشق الآخر، لأن الإنسان لا يتعبد الله جل وعلا إلا بذلك. الاستعانة تقوم على أصلين عظيمين، الاستعانة تقوم على أصلين عظيمين. الأصل الأول الثقة بالله جل في علاه، لأنه لا يستعين إلا بمن يثق، هو يثق في ربه جل في علاه ويعلم بأن الله جل في علاه هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن الله هو القوي القادر، وأن من هداه الله هو المهتدي، وأن من أضل الله جل في علاه لن تجد له وليا مرشدا. من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلا بد من الثقة في الله جل في علاه، هذه الأصل الأصيل في هذا الباب، الثقة والاعتماد على الله، الاعتماد الكلي والأخذ بالسبب. الأمر الثاني في الاستعانة الأخذ بالسبب، والأخذ بالسبب كما قلنا السبل والطرق التي يصل بها الإنسان إلى ربه جل في علاه، كأنه يستعين بربه جل في علاه على استجابة الدعاء بأن يأكل حلالا لا يأكل حرام، لأن من أكل حراما الجسد الذي نبت من السحت فإن النار أولى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يدعو يا رب يا رب يا رب ومأكله حرام مشربه حرام وغذي من حرام فأن يستجاب له، معناه أخذ بكل أسباب
التي يستجاب بها أنه مطير السفر يطير السفر، وفي السفر الدعاء مستجاب. أيضا أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وهذه الفقر والمسكنة من الأسباب التي تجعل الإنسان مقبولا عند ربه جل في علاه بالخضوع والانكسار. والثالث أنه يعني كما قلنا ذهب لطاعة ومع ذلك لم يقبله الله جل في علاه، لأنه أكل حراما، والجسد الذي بني على سحت فالنار أولى به. هذا بالنسبة للكلام على أصلين عظيمين لمسألة الاستعانة. قال الله جل في علاه إياك نعبد وإياك نستعين. قال علماؤنا إياك نعبد وإياك نستعين، هناك لفتة عظيمة جدا لما قدم الله جل في علاه الاستعانة على العبادة على الاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا أن ابتداء التصدير الباب العرب تصد الباب بالأهم، فذكر الأهم ثم المهم. فالأهم ذكر إيش؟ ذكر العبادة، إذ لأن هذا هو الأهم. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت ما أمرت ما خلقت إلا للعبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بعض الروايات التي فيها أرى أنها من الإسرائيليات، قال يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب. فالمقصود الأسمى من الخلق العبادة، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب. فهنا خلقك للعبادة فلا بد أن تنشغل بها، خلقك العبادة فلابد أن تشغل بها، ولشرفها قدمها الله جل في علاه إياك نعبد وإياك نستعين. اللفتة في ذلك كما قال ابن القيم وغير ابن القيم أن الله جل وعلا قدم العبادة على الاستعانة، مع أن العبادة لا تكون إلا باستعانة، لابد يعينك أولا ثم تبتدأ. فلما ابتدأ بالعبادة لأمور كثيرة، أولا لأن العبادة حق لمن؟ حق محض لله جل في علاه، والاستعانة فيها إيش؟ حق العبد، العبد يعان حتى يصلي، فلذلك قدم حق الله على حق. وهذه أصالة أصل في كل المسائل، تقديم حق الله على حق الإيه؟ العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. فهذه دلالة واضحة جدا على تقديم العبادة، تقديم العبادة على الاستعانة، لأنها العبادة حق لله جل في علاه، ولأن الاستعانة حق للعبد، فقدم ما كان حق لله على حق العبد. أيضا العبادة فيها الثناء على الله، احنا قلنا الثناء على الله نوعان، كالعبادة كالدعاء، دعاء مسألة ودعاء إيش؟ ودعاء ثناء. فالعبادة العبادة تتضمن الثناء على الله جل في علاه، كلما سجدت، كلما قلت سبحان ربي الأعلى، كلما استغفرت، كلما تصدقت، كل عبادة تعبد بها الله جل في علاه فيها ثناء على الله جل في علاه. فهنا إياك نعبد فيه الثناء على الله جل في علاه، لأنه فيه الانكسار وفيه إثبات الولاء لله جل في علاه، في إثبات تمحيد العبادة لله جل في علاه، ففيه الثناء على سجودك، ثناء على الله جل في علاه، ففيه الثناء على الله. وأما إياك نستعين ففيه إيش؟ ففيه أخذ حظ العبد من قضاء الحاجات، تفريج الكروبات، أيضا الأموال والوجهات، الرئاسة، وأيضا الزواجات تكون من الله جل في علاه، من رب الأرض والسماوات. فلذلك قدم الثناء على الله جل في علاه فيما يقضيه المرء من دنياه. أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبادة بإطلاقها، العبادة إياك نعبد، العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة، لأنك لو وجدت رجلا راكعا ساجدا، أو وجدت رجلا يتوضأ في شدة البرد، الوضوء يعتبر عبادة. هذه العبادة تدل على الاستعانة، كيف ذلك؟ لأنه لا يمكن أن يقوم في شدة البرد والناس نائمون، وهو الذي قام لينادي ربه في علاه في شدة البرد ويحاول أن يتوضأ، فلا يكون ذلك إلا بتمام الإعانة من الله جل في علاه. فالعبادة المحضة تتضمن الاستعانة، لذلك قدمها على أن العبادة عبادة وزيادة، أو استعانة وزيادة. وأيضا من ذلك بأن تقديم العبادة، لأن العباد هم خلص الناس، العباد هو لا يكون عابدا إلا أن يكون تقيا نقيا، العابد هو المتقدم، خلص الناس أو أخلص الناس هم العباد، أما الذين يستعينون بالله فهم أخلاط وأشواب. فقد إبليس استعان بالله جل في علاه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، استعان برب جل في علاه، المشركون يستعينون بالله جل في علاه. أما رأيت أبا جهل عندما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ودعا بأن الله جل يقضي على الأعجل على الذي كان على الباطل، فهذه استعان بالله جل في علاه. بإذن يستعين به المؤمن البار والكافر والفاجر والفاسق، بل إبليس استعان بربه جل في علاه، لكن العبادة ما كانت إلا للخلص من عباد الله جل في علاه، لذلك قدم العبادة على الاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة عبادة محضة لله جل في علاه، وتطبيق الأمر ما دمنا نتكلم عن تجريد التوحيد، فتطبيق الأمر ما دامت الاستعانة عبادة لله جل في علاه فصرفها لله توحيد،
وصرفها لغير الله شرك. لذلك أقول أولا ثبت العرش ثم انقش. نثبت أن 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 العبادة أن الاستعانة عبادة، نثبت أن العبادة استعانة، ثم نبين أنواع الاستعانة، ثم نثبت بعد ذلك كيف أنه تم توحيد المرء بتمام استعانته بربه جل في علاه. الأدلة على أن الاستعانة عبادة، توافقون الاستعانة عبادة؟ طيب هاتوا الأدلة على ذلك. جيد، بس أنت كده بتأتي بالأدلة النظرية، ومن أدب الاستدلال أو ترتيب الاستدلال آسف أنها تبدأ بإيش؟ الأثر ثم بالنظر. نعم قال له قل له ذلك. نعم الأدلة، الأدلة عن الاستعانة عبادة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة وإيش؟ ومن الأثر ومن النظر. أما من الأثر من الكتاب قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال الله جل في علا استعينوا بالله واصبروا. نعم يبقى إذن أمر، والأصل كما قال ابن تيمية العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، فلذلك لما أمر بها دل على أنها إيش؟ محبوبة لله، فإن كانت محبوبة فيها عبادة، لأن العبادة كل اسم جامع، كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. طب كيف نعلم ما يحب الله ويرضاه؟ بأمره به، إذا أمر به فهو يحبه، فقد أمر الله تعالى بالاستعانة به، وأمر مسلم بالاستعانة بالله جل في علاه. قال وإذا استعنت فاستعن بالله، وأيضا قال واستعن بالله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قال واستعن بالله ولا تعجز، لا تقول أنا شيء يعني لو كان كذا لكان كذا، ولكن لو إن فإن لو تفتح عمل الشيطان، استعن بالله ولا تعجز، استعن أمر، هذا الأمر الرجوع، وهذا فيما يحبه الله جل وعلا. وأيضا أمر معاذ أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإذا أمر بالدعاء بها يبقى إذن هي عبادة يحبها الله جل في علاه. فإن كانت الاستعانة عبادة فلابد أن نقول أنها تنقسم إلى ثلاثة، عبادة استعانة مباحة يعني بين الطرفين، أو قول استعانة هي توحيد، واستعانة هي شرك، واستعانة في الوسط وهي مباحة، لا هي توحيد ولا هي شرك. استعانة هي توحيد هو أن يستعين بربه جل في علاه في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، أنت أفقر ما تكون إلى ربك جل في علاه، فعليك أن تستعين بالله جل وعلا في كل شيء، في كل شيء. ولذلك قال موسى عليه السلام ربي عنه الأمر من أمر الدنيا فأستحي أن أدعوك به، فقال فأوحى الله إليه سلني، سلني كل شيء، سلني ملح طعامك وإيش وعلف بهائمك، سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قطع شصع أحدكم فليدعو الله تعالى أن يعينه عليه، فلابد أن تستعين بالله جل في علاه في كل شيء. إن أعانك الله فأنت الموفق، وإن خذلك فأنت المخذول، إن أعانك الله فأنت الموفق، وإن خذلك فأنت المخذول. لذلك هذه النظرة، نظرة العين بالاستعانة، تقطع لك باب الإيش؟ العجب، لأنك تعلم أنك لست توفق إلا بربك جل في علاه، وأنه إن لم تجد الإعانة من ربك جل في علاه على العبادة التي تريدها لن تتقدم بها جل في علاه، لن تعان عليها. إذا 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 ما أعانك الله جل في علاه عليها فلا يمكن أن تتعبد الله بها. هذه هي الاستعانة التوحيدية، بأنك تستعين بالله في كل شيء، لأنه ما دام أمرك فعليك أن تقول سمعت وأطعت، سمعت وأطعت، وأنت السعيد حقا إن كان الله تعالى قد ميل قلبك في كل شيء أن تستعين بالله جل في علاه. ألا ترى ضمن الاستعانة كذا؟ نفس الوزن ونفس المعنى، حريص صبري الأول، رأيت أنه قد أمرك في الدقيق والجليل بالاستعانة كالاستخارة، أنت في كل دقيقة إذا هم أحدكم بالأمر ها إيش قال الله جل في علاه؟ قال سلم أو استعانة بالله جل في علاه، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، صحيح ولا لا؟ فالاستخارة بالضبط هي أصلا من باب الإعانة، تدل على ذلك بأنك في كل دقيقة وجليل تستعين بالله في علاه. هذه المرتبة الأولى أو المكان الأولى للاستعانة، استعانة التوحيدية، أنك تصرفها لله جل في علاه، تستعين بالله جل في علاه في كل شيء. ولأن هذه الاستعانة من أعظم العبادات، ليش من أعظم العبادات؟ لأن فيها أولا
صرف العبادة لله جل في علاه، فأتيت بتوحيد الإلهية اعتقاد بأن الله جل في علاه الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يقلب الأمور، والله جل الذي يضع الشيء في موضعه، والله جل في علاه الذي يعطي ويمنع، يحيي ويميت، يقيم يقعد، ينزع الملك من يشاء، يعطي الملك من يشاء، يخفض يرفع، سبحانه جل في علاه كل يوم هو في شأن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ففيه أصالة الاعتقاد. إذن تم توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، أيضا فيه إظهار لله جل في علاه بالفقر والمسكنة، وهذا يحبه الله جل في علاه، كما أنه يبغض من العبد أن يظهر الكبر والاستكبار، فإنه يحب منه أن يكون رجل، أن يكون العبد أظهر لربه جل في علاه التعبد والتخشع والمسكنة والضعف والاستكانة. فلذلك قال علماؤنا إذا قام العبد ساجدا لربه جل في علاه سجد بقلبه سجدة لإيش؟ لا يقوم بعدها بهذا الذي خضع خضوعا تاما لرب جل في علاه، أظهر الفقر والمسكنة لله جل في علاه، وإظهار الفقر التام لله جل في علاه من أجل العبادات، لأنك كما قلنا بتظهر بذلك القوة التامة والقدرة التامة لربك جل في علاه. الثانية الاستعانة الشركية، وهذه الاستعانة التي يقع فيها المرء إذا وقع فيها أشرك بالله جل في علاه، وهذا تراها كثيرا عندنا في الأرياف، هذه الاستعانة الشركية، يستعين بغير الله جل في علاه لقضاء الحاجات، لتفريج الكروبات، أيضا للأمور الخارقات، فإنه يستعين بغير الله جل في علاه. أنت ترى يذهب إلى البحر وهو في البحر ما يستغيث وما يستعين إلا بإيش؟ إلا بالأموات. مدد، ده حتى غنوها الآن صارت غناء، مدد مدد، حتى ولو كان المدد من نفسه مش بيغنوا مدد مدد، طيب غناء حتى مدد، بيطلب المدد من نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب، النبي صلى الله عليه وسلم انت لابد ان تعلم يقينا بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لك نفعا ولا ضر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فكيف يملك لك وهو في الحياه، فكيف بعد الممات؟ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضر، ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم نفع ولا ضر، فكيف يملك لغيره؟ هذا في الحياة، فما بالك بعد الممات. تأخذ بقى الأقوى من ذلك شركا، أنهم يطلبون المدد ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، مدد عبد القادر، يطلبون المدد من عبد القادر الجيلاني، من البدوي، من إبراهيم عبد الباعث، من مش عارف الدسوي، مدد مدد، هذا طلب المدد، طلب المدد، طلب العون والتسديد والتوفيق والنصرة، لا يكون أبدا إلا من الله جل في علاه، لأن الله هو القوي القادر على ذلك، وأنه العباد بأسرهم عجزة، عندهم العجز التام، والله جل في علاه القدرة التامة له سبحانه جل في علاه. هذه الاستعانة الشركية أنت تراها الآن متمثلة في القبور، وهم يذهبون يطوفون بالقبر ويسألونه من دون الله جل في علاه، ويستعينون به على قضاء الحاجات وتفريج الكربات من دون الله جل في علاه. وهذه منتشرة جدا في مصر، في سوريا، في المغرب، منتشر جدا هذا الباب، الاستعانة بغير الله جل في علاه، الاستعانة بالأولياء، أولياء الله الصالحين، بالقبور، يستعينون بها من دون الله جل في علاه، وهذه لا يمكن أن تكون توحيدية. هذه الاستعانة، كيف تستعين بميت ولا يملك شيئا؟ كيف؟ فالله تعالى قال إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الصم الدعاء، الموتى لا يسمعون ولا يملكون ولا يقدرون على شيء، هو أحوج ما يكون لدعائك أنت، فأنت تستقبل منه أو تدعوه من دون الله جل في علاه، تستعين به من دون الله جل في علاه. إذن الأصل بذلك من استعان بغير الله على شيء لا يقوى عليه ولا يقدر عليه إلا الله جل في علاه، فقد وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر. ومن ذلك الاستعانة التي وصلت بين الاستعانتين، الاستعانة المباحة، أن تستعين بأخيك أن يكتب لك الدرس، أن تستعين بأخيك ليشتري لك أغراض البيت، هذه استعانة بالبشر، لكنها استعانة بإيش؟ استعانة بمخلوق فيما يقدر عليه ويستطيعه، استعانة بمخلوق فيما يستطيعه ويقدر عليه. فما الدليل على جوازها؟ فين الدليل؟ أنا أريد الدليل الآن، أنت بتمثل أمثلة ونحن سنمثل هذه الأمثلة، نريد الدليل أولا. احنا بنتكلم على الاستعانة، هات الدليل، هي يستدل بها، لكن احنا عايزين الدليل الأصيل الأول وبعد ذلك تأتي بالفروع، هذا بالنظر أيضا ممتاز ممتاز، لكن هذه أيضا ليست لا تساعدك على هذا الباب. ممتاز، هذا هو، لا يمكن أن يستعين بغائب إلا هو يعتقد أنه يستطيع أن ينفعه ويضره، هو غير موجود أمامه، غير مشاهد، يبقى يرى، يعتقد فيه القوة الخفية، يعتقد فيه القوة الخفية التي يعني تجلب له النفع وتدفع عنه الضر، فلابد أن يكون حاضرا
وأن يكون إيش قادر، لأنه لو جاء لعاجز فاستعانه على أمر يمكن أن يعين عليه غيره، ممكن أن يعني يعمل ذلك يعينه على ذلك الغير، ولكن هو عاجز عن ذلك ولا يستطيع، فإن استعان به على عجزه فهذا فيه نوع إيش؟ نوع اعتقاد يحسب فيه أنه له قوة خفية أو يعني يستطيع أن يرفع عنه الضر. هذا بالنسبة الكلام على هذه الأقسام الأربعة. ثم بعد ذلك جاء المصنف يتكلم على أن العبادة تقبل عند ربنا جل في علاه بأصلين اثنين، وهذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. وفي أي سؤال تفضل. موضوع الاستعانة بالجن الكامل يصار فيه كما قلنا الاستعانة بالجن هذه مسألة مهمة، أنا فصلت فيها القول قبل ذلك، حسبت أنها قد انتهت وأن الإخوة قد أتقنوا هذه المسألة. الاستعانة بالجن قال بها بعض العلماء، قال بها بعض العلماء وصراحة هذه يعني خطأ بين، وابن تيمية طبعا يقول بهذا الباب، ويستدل بذلك على أن يعني أبو موسى الأشعري كان يعلم امرأة لها رئي، لها جن تسأله ويخبرها، لها رئي فهذا الرئي تسأله فيخبرها، فعمر بن الخطاب كان معهم في سفرة وغاب عنه ففزعوا، فقال أبو موسى قال لها سلي رئيك أين عمر، فذهبت سألت الجن أين عمر، فقال لها في المجال الفلاني، فذهبوا فوجدوا عمر بن الخطاب في المجال الفلاني. قالوا هذه استعانه الآن، لأن الاستعانة من صور الاستعانة الإيش؟ السؤال والجواب، فاستعانوا بالجن على معرفة مكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. أولا لابد أن نقول لابن تيمية وهو ابن تيمية، نقول له إيش؟ ثبت العرش ثم انقش، لا نقبل منك هذا الكلام بهذه الطريقة، ثبت العرش ثم انقش، ائتنا بالسند والدليل ودونهم خرط القتات، لن يجدوا إسنادا لهذه القصة، هذه القصة التي تروى عند السير لن يجدوا لها إسنادا. ونحن نبحث هنا هي ليس السير فقط، نبحث للإسناد لأن المسألة متعلقة بإيش؟ لا بأحكام، ده بعقيد باعتقاد، فقلنا ثبت عرس ومنقش لا إسناد له. والأمر الثاني بأنه لو كان هناك ثمت إسناد لها هذه وقت عين لا تعمم، لا تعمم بحال من الأحوال، والصحابة تعيد فيهم يعني كان حيا، أما نحن في, 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 في أوقات لا أعلم بها إلا الله جل في علاه، اختلطت العقيدة الصحيحة بالعقيدة الفسدة. فالاستعانة بالجن على حتى الأمور فك السحر وأيضا العلاجات أو الإتيان بما سرق فهذا لا يوجد، هذا شرك، هذا نوع شرك، هذا نوع شرك. وبعدين من يقول بأن هذا الذي قال لك أنه اسمه محمد وأنه مؤمن وأنه مسلم أنه كذاب خبيث وأنه يريد أن يدخل عليك حتى تشتبه عليك العقيدة الصحيحة؟ قال صدقك وهو كذوب فعول، صيغة مبالغة، لا، ما يجوز الاستعانة بالجن بحال من الأحوال. لا هو غائب، وين حاضر؟ فين بقى؟ فين حاضر؟ حاضر حكمة دي تخليها في الماء يا أخوي، هذا في الماء. طيب ما هو ده غباء، ده في الماء ليس بحاضر. من قال لما يقول لي إن هو مثل سمى نفسه مايكل؟ طيب من يقول لي إن هو ده مايكل؟ لا ده هو ده أصلا عفركوش. انا بقول لك ده انا بكذبك، انت مش مايك ده معك فركوش، طب هات بقى خطئني انت. لا نعم انا اقول لك من قال ان هو اصلا حاضر ليس بحاضر. نعم شيء قال الله تعالى فزادوه، الله اكبر، فزادوهم رهقه، لكن هو طبعا الكلام على كانوا يعوذون برجال من الجن فزادوهم ايش رهقه، طبعا ممكن يعني يعاود ذلك عليك يقول هؤلاء عبدوهم دون الله في علاه فزادوهم رهق، لكن هذه استعانة قلنا الاستعانة سبيل من سبل العبادة، استعانة سبيل من سبل العبادة فلا يصح. نعم صحيح صحيح، فيكون دليل لنا عليهم. نعم لما يقول رهق المعصية، وطبعا هو الراجح كفره، الراجح مخالف المعصية وغيره هو كفر، لكن كما قلت الاستعانة بالجن لا تجوز بحال من الأحوال. احنا نتكلم على حق، هو لما يقول لك أنا فلان انت كيف تقول اثبت لي ان هو فلان؟ ما في ولا تراه، وبيتكلم على لسان ده، ممكن يكون بقى اصلا انت ايه عمال تقرا وتجيب وبتاع وعامل ايات، والراجل يوم جاي ما عامل ما بيترعش امامك ويرتجف ويقع في الارض وتجيب له الماء الليمون بالماء ويقوم وهو يكون شيخ منصر اشتغل معاك وقال لك حضرت الان، وهو هو الراجل اصلا البني ادم هو هو، يقول لك طب انا هعطيك باللي انت عايزه بس ادينا 100 جنيه ولا بتاع وياخد منك الفلوس ويمشي وانتهى. بيحصل ما بيحصلش؟
المهم ان انا اقول لك هذه مساله فيها ما فيها من المداخل لا يصح بحال من الاحوال الاستعانه بالجن بحال من الاحوال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير.